طيب ده في الباسكت. في تنس الطاولة بقى ما شاء الله، تنس الطاولة الأهلاوية بتعمل حاجات إعجازية شوية، لأنه فريق تنس الطاولة للرجال فاز بالدورة المجمعة الأولى لبطولة الدوري اللي اتلعبت في هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. الأهلي فاز على إنبي 3-0، مثل الأهلي سيد لاشين ومحمد البيلي وخالد عصر. حقق الأهلي كان فوز على المعادي أيضا بنفس النتيجة 3-0، وعلى سبورتنج بنفس النتيجة، وعلى طنطا أيضا 3-0. تنس الطاولة في الأهلي نجح في الفوز على مصر للتأمين 3-0، ثم الزمالك بنفس النتيجة، وأخيرا على إنبي 3-0 ليحقق الفوز في جميع مبارياته بالدورة المجمعة. طيب ده بالنسبة للرجال. لا بس هو أنا عايز هنا يعني الفرقة دي مين؟ ما هو هنا أما يبقى عندك سياسة إن يخرج منك لعيب 2-3، لأن أنت مركز إن يبقى عندك أبطال في هذه اللعبة، فبيخرج من عندك لعيبه تقال جدا ما بيهزوش الفريق. وبعدين لما يبقى واحد زي سيد لاشين شيخ لاعبي مصر، ها والاكبرهم سنا وبسم الله ما شاء الله ربنا يديله الصحه والعمر، ما زال يفوز في كل مبارياته حتى الان. خالد عصر اخو عمر عصر فلتت تنس الطاوله الاهلاوي اللي محترف بره، والبيلي لا، الاهلي يعيش حالة من التفوق الحقيقية في تنس الطاولة.